الخير جاي يا جماعه، الخير جاي. اوعوا حد يعني يتزحزح او يترنح او يشك ان الخير جاي. بعد التعويم، بعد راس الحكمه، بعد صندوق النقد الدولي، بعد الاتحاد الاوروبي، بعد راس جميله، بعد ما بعنا الارض وبعنا كل حاجه، الخير جاي. ثق تماما ان انت كمواطن ستشعر بهذا الخير. اول بوادر وبشائر هذا الخير هو القرار ده نقلا عن موقع المنصه، لائحه وزاره الصحه الجديدة هي خصخصة غير معلنة للمستشفيات العامة إيه اللي حصل؟ وزارة الصحة طلعت لايحة جديدة عشان تنظم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية عملت إيه بقى الوزارة الجميلة دي؟ قالت لك إن قللت نسبة الحاجات المجانية في الأقسام الداخلية لخمسة وعشرين وكانت 60% قبل كده وعملت قرارات تانية تعالوا نتعرف عليها بسرعة لأنه حضرتك كمواطن مصري بتروح لعيادة الخارجية أو المستشفى الحكومي مهم جدا تعرف الكلام اللي قدام حضرتك ده زودوا رسوم العيادات الخارجية عشر أضعاف يعني بقت بتوصل لعشر جنيه وفي بعض الحاجات بتوصل لخمسين جنيه فأنت هنا بتتكلم في التذكرة اللي كانت بالجنيه بقى بعشرة وفي بعض الخدمات التانية بتلاقي 50 جنيه في بعض العيادات الخارجية. اللائحة القديمة كانت بتقول انك تحصل على جنيه واحد تحصيل جنيه واحد للتذكرة مقابل عبوة دواء فأنت هنا كمان اللايحه الجديده قالت لك لا صرف الادويه المجانيه على صنف واحد فقط انا مثلا في العياده الخارجيه يا جماعه لما كنت في مركز سعد في الشعره العياده الخارجيه بتاعت مستشفى دمياط العام كان مثلا بيجيلنا لنا عيان فالتذكره بيدفع جنيه لمدام سهام ولا مش عارف مين بره وبيدخل ففي تذكره بعد ما بيخلص بيبقى مثلا عنده التهاب في الدرس ولا خراج ولا بتاع مش هينفع نخلع له فانا بكتب له مثلا مثلا اموكسيسيلين صنف من الاصناف اللي كانت موجوده ومثلا بارامول ولا باراستمول ولا اي حاجه من الحاجات المسكنه، وبكتب له الكلام ده ممكن مثلا معاه اكتب له فلاجيل كمان، فممكن ياخد بالتذكره دي ثلاث اصناف. دلوقتي الجماعه بيقولوا لا انت هتدفع 10 جنيه تذكره وتاخد صنف واحد بس وهو كده وروح كمل من بره، بره اصلا مفيش دواء والاسعار غاليه. طب المواطن الغلبان اللي جاي ياخد الصحة المجانية دي يعمل ايه ما يعملش حاجة يروح يولع في نفسه او يروح يموت يعني ايوم أي اقرب نكمل اللايحة بتاعت الاسعار الجديدة غير المجانية في المستشفيات وفي اسعار التأمين بالمناسبة التأمين الصحي كمان خدماته زادت يعني دي من الحاجات الغريبة اللي هنناقشها مع الضيف كمان شوية مجلس اداره المستشفى اللائحه بتمنحه صلاحيات التعاقد مع جهات اخرى لتقديم الخدمات مش عارف مين الجهات الاخرى دي الحقيقه وحق التعاقد كمان على خدمات الامن والصيانه والاثاث والاداره يعني دخل القطاع الخاص اللي هو عايزه بشكل كبير جدا كم واحد بيستفيدوا من الاعادات الخارجيه في مصر عدد كبير جدا طيب موقع العربيه كمان اتكلم على انه شعبه الادويه قالت ان في 50% زياده متوقعه في اسعار الدواء خلال 3 شهور قلت لك الخير جاي اوعى تقلق اهو يا سيدي علي عوف رئيس شعبه الادويه في اتحاد الغرف التجاريه قال انه الشعبه هتطالب هيئه الدواء خلال الاجتماع المرتقب ان تكون الزياده المعتمده التي ستوافق الهيئه عليها في حدود 50% على الاقل لاستيعاب جزء كبير من الزياده المتوقعه في تكاليف الانتاج بعد تعويم الجنيه، الله يا جماعه انتوا قلتوا لنا الخير جاي والحاجه هترخص، هو التعويم ليه بيزود الحاجه؟ مش عارف، هنحاول نعرف برضه مع ضيفنا كمان شويه، لكن بالتوازي مع اللي بيحصل والضرب في المواطن البسيط اللي هيروح يلاقي اسعار التذاكر وكل حاجه زادت بنكتشف ان في اتفاق غامض مش هقول سري تم توقيعه ما بين وزاره الصحه المصريه والسعوديه. ليه يا جماعه تعملوا ايه؟ هنصدر لكم دكاتره. يا ابني انت اصلا نص دكاترتك استقالوا من من سنه باين ولا سنتين معلش انا هصدر لك الباقي. طب والناس في مصر ما احنا اصلا غلينا الدواء وغلينا تذاكر اعداد خارجيه فاحنا مش جاي لنا عيانين اصلا انا ما قلتلكش والله ما قلت لك ما هو احنا بنلغي الصحه في مصر، احنا هنصدر الدكاتره، هنغلي التذاكر، هنقلل الدواء، فالعيانين هيختفوا. خلاص. فمش هيبقى عندنا عيانين في مصر، فمش محتاجين دكاتره، فنصدرهم خليهم يجيبوا لنا عمله صعبه. تعالوا نشوف الاتفاق الغريب ده اللي الدوله دي بتاخد قرارات غريبه قوي. طيب، شوف يا سيدي. عملوا اتفاق بهدف تصدير الكوادر الطبيه في التخصصات النادره للعمل في السعوديه. هيطلعوا اطباء العنايه المركزه والاطفال وحديثي الولاده اعاره. آه النائبة البرلمانية روية مختار قدمت طلب إحاطة في البرلمان عشان تعرف إيه الموضوع إحنا بنتكلم تقريبا في سبع دكاترة لكل عشر تلاف نسمة في مصر واللي هو أصلا يعني عدد ضئيل وهزيل جدا آه في نسب في دول عالم ثالث يعني آه أعلى من آه مصر بشكل آه كبير إحنا بنتكلم تقريبا إن في 2019 كانوا بيقولوا إن في احتياج ل 3000 دكتور على الأقل لكن دلوقتي العدد ده الضاعف بشكل كبير جدا ليه بنصدر الدكاتره في وقت عندنا فيه نقص في الدكاتره ليه يا جماعه بتزودوا الفلوس بتاعه اللايحه وبتزودوا الفلوس بتاعه التذكره المواطن المصري هيعمل ايه